الجديدة كليا. مش معقول من الصبح عم بقرا زحمة سير خانك على طريق خلدي. اوكي تاني مسج وصلت لي كمان زحمة سير خانك من المتحف باتجاه العدلية كله. بتعرفي منيح اللي قررت نام بالاوتيل. الله لهمني ما بعرف ليش تخيل لي انه اذا نمت ببيتي على عجقة السير الموجودة على الطريق ما رح اوصل على المستشفى يلي نحن رايحين عليها. واذ اليوم الصبح بوعى على تليفوني في مسجات من الاخبار بتقول انه في عجقة سير خانقة من وراء التزفيت ومن وراء الاعمال والاشغال يلي عم بتصير على الطرقات. حتى اكيب العمل تاخر شوي، فمشان هيك انا قلت انه كثير منيح انه انا اخذت قرار انه اقعد اليوم بالاوتيل ونام بالاوتيل. عم بتضحك لانه الكاميرا مان عم بتضحك انا عم بحكي معكم، ورح نبلش نهارنا برواق بلا تعصيب وبلا توتر. بديك؟ انه انا كثير انت كثير فرنساويه وانا كثير شعبيه، انه لك شو طالبين انه انت كرواسان وانا بيض و... لانه كثير بكير ما على بالي. بلاش يصور انه انا بعد ما خلصت بس هربت من الصورة. لاحظت بدي توست. بتعرفي شو هالبلقوه يجيب لنا؟ تعرف
بتعرفي انه انا ضعفان 2 كيلو؟ كنت 56 كنت 56 صرت 54. ما بعرف شو صار معي. يلا ما عندنا كثير وقت ناكل بسرعة وننزل. أي ساعة لازم نكون هونيك؟ 10 10 وربع ماكسيموم. شو بدي أقول لك ما عندنا كثير وقت. شو هو الكونفرنس؟ تحكي؟ زيارة لأطفال بيعانوا من الكانسر. مش نايمة بالليل بتعرفي؟ امبارح هيك أنا عم فكر إنه شو ممكن تسألي أم أو بي عن هيدا الموضوع أو كيف ممكن تتعاطي؟ يا ترى بتتعاطي بطريقة كثير طبيعية كأنه ما في شيء كأنه أولاد مش لازم تحسسيهم بشيء وبنفس الوقت لتعطي قوة للأهل. ايه ما انا هي ما بعرف شو بدي اتصرف هنا. اترك حالي هيك على طبيعتي بس بطريقه بوزيتيف. كثير صعب واحد كيف ممكن يعبر على هيدا النهار كيف رح يبلش. انا اليوم عندي موعد بمستشفى هي تشيلدرن كانسر سنتر. بدي اقابل اشخاص اطفال مصابين بمرض الكانسر، بدي اقابل اهاليهم وبدي اشوفهم اليوم لحتى اعرف كثير تفاصيل بتمرق بحياتهم، الوضع كثير صعب منه هين، كثير موتره انا شخصيا بهذا الموضوع، بس لازم انه ندور على هيدي النقطه كمان ببرنامج بلا حدود. يلا ان شاء الله خير، بضل في امل دائما، مهما كان الموضوع صعب بضل في امل. ان شاء الله خير. بديك قبل ما نفوت بس حابة أعطيكي هيدول البنز الشارة الذهبية اللي هي ترمز لدعمنا لأطفال مرضى السرطان. كيف الشارة الروز هي للبريست كانسر، الذهبي هي الانترناشنال سيمبل لأطفال مرضى السرطان. وهيدا البن تبع المركز اللي بيرمز للولدين اللي مع بعضهم لأنه سوا نحن نقدر نتخطى السرطان. أكيد أكيد سوا يعني احنا بكل شيء سوا لأن نتخطى كثير من مشاكل وصعوبات. الله يقدرنا نكون سوا على طول. لاحظت هلا فيك بكون كم اهل كمان حاطين البن حتى حسيت انه في اشخاص حاطين الكمامه. اذا في فلو او هيك اذا مرضى بدك تعمل ابره. انت كثير قبضاي وقوي ما رح تخاف. ما هيك جيب مي فايف. ايوه شفت شو قوي. يلا صور تعال عندي. سوري تعال عندي. خبرنا شو اسمك. ماما عندي. ثانك يو. هلو شو اسمك؟ هاي أمار. انت أمار؟ انت أمار؟ انت شو اسمي؟ قمر؟ كثير حلوة انت مثل القمر عن جد. ثانك يو قمر. باي. بدك نفوت قبل معك كمان؟ يلا رح نفوت. انا شو بسوي هلا عم نفوت. اول ما الولد بيجي كرمال العلاج هون بيجوا لهون ليبلشوا يشوفوا اصحابهم في انيميشن. كلنا هون باستقبالك. جوا يكونوا الاولاد اذا بدك. عمر تعي قصي معي. تعي قصي معي. يلا 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 برومي برومي عمر برومي برومي تيرن. برافو. حبيبي بتحبي للكلون؟ عمر بتحبي الكلون؟ نفوت نلعب جوا؟ يلا تعال نلعب جوا.
لما فتت على المستشفى كنت خيفين كتير. لما شفت الجو قدي فرح وشفت كيف عم يلعبوا الولاد وكيف مع أهليهم ناطريني بغض النظر إذا بيعرفوني ولا لا، بس ناطرين يمكن لعب إنه جاي يلعبوا معهم، فهيدا الشيء نقل لي فرحة كتير كبيرة وكتير تسليت وانبسطت فيهم كتير. اسمعي صلاح طرقني فيه على وجهي. صلاح وأخيرا ضحك صلاح وأخيرا. يلا اسمعي، كنا نطلع بالكاميرا، الكاميرا لعندي وانا نعمل ضحكة كبيرة، مين أحلى ضحكة؟ بدك تبكي؟ لا. خيفين؟ لا. ما تقربوا لأنه بيخاف منكم. باي باي، يعني فيكم تفلوا يعني باي. يتعلموا ميوزيك هون. بونجور. هاي. وفينا نتعلم ارت. الحمد لله. هاو ار يو. وفينا ندرس بالوقت اللي ما في ميوزيك وارت كلاس. مثل ما انا الست الحلوه. هاي. شو هالاحمر الحلو؟ شو هالعقل وهالشطاره الحلوه؟ عن جد؟ يا حبيبي انت شطوره كثير؟ باي ماده اكثر شيء شاطره هي؟ بالعربي؟ بحكي عن العربي. ايه؟ غيري بعلم انجليزي. شو بس العربي شغله كثير صعبه بالنسبه لإلي انا، خاصه بالقواعد وفعل ماضي بس بالعربي. بغني بالعربي. انت بتعرفي شي غنيه لإلي؟ لا. ما بتعرفي انه انا بغني او بمثل؟ لا. ايه كثير حبيتي كثير كل شيء. كثير مهضومه انت. انت من سوريا؟ من وين من سوريا؟ هلا فهمت ليه حبيبي اسمعك عم تقري لنا شيء. بتقرا طبعا؟ يعني بتقرا بتقرا يلا مش شرط في يوم الأزرق الكبير يعلو أصوات المشاركين في حملة تنظيف الشواطئ، وهم ينشدون النشيد الوطني اللبناني. وها هو ذا سيد وزير البيئة يلقي كلمة في مناسبة يشكر فيها كل من أسهم في هذه الحملة الوطنية. برافو. فيني اقعد حدك؟ برافو.
شو شطور. سو جوا وقت يكون وقت العلاج هون اكثر شيء بينعمل كيمو ثيرابي. اوكي اول ما يوصل الولد بيلعب بيرجع بيجي لهون لتراتمون. هي كريستيان. هاي كريستيان. هذا كريستيان. هذا كريستيان. لايك كريستيان. لايكو كريستيان شو عم يعمل. هاي حسين كيفك شو اخبارك. شو هيدي؟ هذا قلم. واو كريستيان انت بتحب ميكي ماوس ولا ما بتحب شيء؟ اوكي خليه بعيد دخيل ما تقربوا لانه بخاف منكم. ايش حبيبي باي يعني فيكم تفلوا يعني باي باي يلا فلوا باي. كريستيان قد ايش عمرك؟ حدا تيجي نعم. اوكي فينا نحكي بالموضوع ولا بدي اضايقك من هون؟ لا ابدا. اوكي كريستيان عمره سنتين. نعم. قديش صار له عم يتعالج؟ له 11 شهر. 11 شهر يعني قل. نعم. يعني سنه الا شهر تقريبا. كان عمره سنه وقت مريض. وقت مريض كان عمره سنه. نعم. وين المرض؟ عنده تسال لنفوق ما بتيمس بالغده اللي حد الروايه. أوكي. بلشت عنده خرع الصدر ما كنا نعرف شو هي على اساس بلع شي كور اترانجي بعدين طلع لا انه عنده تسال لنفوق. كيف تقبلت الموضوع؟ يعني انا شفتك قويه مشان هيك سالت هالسؤال. الحمد لله. انت اول شيء كثير صعب عليك بعدين بصير انه خلص وقت بتعرف انه في كثير نتيجه حلوه. نحن راح الكانسر الصبي بس بناخذ شيموثيرابي مينتنانس يعني ما بقى عنده كانسر الصبي الحمد لله. نشكر الله. كريستيان بعد ما بيحكي حكي شوي. كريستيان ليه عم تبكي حبيبي؟ ليه عم تبكي؟ ليش متضايق من مين؟ مش طايق حدا. مين مش طايقه؟ يلا يلا ماما بده يروح باي. روح باي. ايه تاع بعيط لي. ايه هون بدي امشي من هون. خدي خدي هون هون بدك تروح. هلا حسين انا فيني احكي معك؟ حسين حضرتك امه رح اسالك لانه انت ناضج وكبير وتقدر تفسر لي اكثر. انه عم تاخذ العلاج بتنوجع؟ لا ما بتحس بالوجع؟ لا. اوكي باي عمر اكتشفتوا؟ عندنا شهرين مكتشفين. هلا عندنا شهر بالعلاج بس. اوكي بس شهرين. لما حكيتوا مع الحكمه في يعني ليش فسروا لكم انه كيف اجى المرض؟ لا هو بالعيله يعني حدا ما عندنا وراثي ابدا. وراثي؟ لكن من ورا شو بيجي المرض؟ شيء ما يعني ما قالوا لنا من اي شيء اجى. هو حكمته طرف شبقه هواء عمل لقوه كان عم ياخذ دواء والدواء كان موقف له اياها وبعد شوي صار كلوي وجعه اخذته على دكتوره من ميرو صوره بين انه دخلني بمستشفى بابا علبك انه عنده بفحوصات وطالع الكريات البيض كثير مرتفعين للدرجه الاعلى وحولونا ديركت لهون لهذا المركز وقلنا شهر بنجي من بعلبك لهون لنتعالج. حسين قد ايه عمرك؟ 16 سنة. بدك تقول لي شيء بدون ما تبكي؟ بدك تبكي؟ بدك تبكي؟ لا. خيفين؟ لا. مش انت عندك ثقة كتير كبيرة بالله؟ اتكل عليه. هيك؟ كون أقوى من المرض. انت هزمه. صح؟ توعدني؟ شاطر بالمدرسة حسين؟ لما تكبر شو يعني شو كنت حابب لما تخلص جامعة شو حابب تعمل؟ أكسر. الحقيقة إنه تأثرت كتير لما طلعت من الأوضة وخبروني الشباب إنه هو صار يبكي كتير من بعد الحكي اللي أنا حكيته إياه وأنا كتير بتفهم وضعه. والوضع كتير بشع لإحساس يعني بيوصل إنه خوف أكتر من وجع. حبيبي أبا داير قوي
بشوفك شاب، اوكي؟ عم تشتغل، عم تتعلم وكل شيء تمام. تجربة ونخلص منها بإذن الله. اوكي؟ ميرسي لإلك حبيبتي، الله يقويكم. الله يخليك يا عم. بس على بس عطيك على ديري رح يهديك، بس بدي عمري بدي أعطيك بومبوم، بدي أعطيك بومبوم. لا 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 العالم حولك ما عم يتحرك، عيون مفتحة ما عم تقشع، محبوس بقفص مش قادر تطلع. علي صوتك لأبعد حدود، عبر عن نفسك بلا حدود. الولاد بكونوا كتير صداقات هون، بصيروا أصحاب كتير مع بعضهم، بيساندوا بعض وبيقووا بعض. صح، بيرجعوا بيكفوا كمان. جوا هون كمان في بروسيجرز صغيرة بتنعمل، وكمان أوقات بينعطى العلاج هون. كيف برا محلنا رأينا؟ depends شو؟ بأغلب الأوقات لا، حسب الأدوية. بلش علاج؟ هلا؟ بتريدوا اعملوا معروفين كلنا نرتاح بالصالون؟ إذا بتريدوا. فينا نحن نقعد معه؟ إيه؟ فينا نحن نقعد معه شوي؟ فينا نحكي بالموضوع ولا بتحبي؟ يعني ما عندك مشكلة قصدي؟ قد إيه عمره تقريباً؟ أربع سنين ونص. أربع سنين، شو كانسر وين؟ بالراس؟ بالدم. بالدم. كيف اكتشفت الموضوع؟ مش من زمان، من شي شهر بقع جسمه. اوكي. جبناه دغري على طول. انت كتير قوي. بتحب سبايدر مان ولا سوبر مان؟ سوبرمان؟ سوبرمان ولا باتمان؟ ليش؟ بعته دغري لسوبرمان. ليش باتمان بتحبه أكتر؟ شكله حلو لأنه بيلبس بلاك وعنده موتو، صح؟ هلا بعد شوي الباي سي باي. بينوجع بالعلاج؟ شوي مش بلا يعني. شو بحس؟ هو ما بنوجع، هو بخاف من شكة الإبرة بس. بخاف بس من شكة الإبرة؟ إيه هلا أحكي معه أنا، ما بدي، ما رح أجرب إنه إلهيه. داني أنا بقول ما بتوجع بالمرة، أنت عم تمزح معنا إنك بتوجع، ما هيك؟ شو الإبرة حبيبي؟ هالقد صغيرة؟ أنت أكبر منه، صح؟ داني مظبوط؟ بس عم تحط لي المي عم تصير تحرقني. ايه بنعملها كيف؟ اف عليها بروح؟ ولا شو بنعمل اولا؟ بنحط لها المحرمات التلزيقة وخلص. بنحط التلزيقة وخلص، ببطل بقى عم يرجعوا. يا الله شو ابضان، شو قوي انت. انت بدهم يعملوا لك هلا الابره؟ يلا هلا بعد شوي. يعني نحن بنروح وبنرجع؟ اوكي يلا سيو داني. اديني بوسه. ايه اخبرني. ثانك يو. اخبرني خبريه كثير حلوه. رح على بيع الاشاره ساري. بدي خبرني خبريه كثير حلوه. اسمع يعني خبرني على باب الحارة. شو اسمه؟ باب الحارة. ايه خبرني شو فيه؟ إذا فوتك على حارتي بكيفك، طلعتك من حارتي رح تكون بكيفي. بمسي؟ كافي كافي. ايه وبعد؟ رايح على القهوة لمو رايح، عجبك لمو عجبني. يمين هذا الحكي ولا يلي سمع؟ اللي هالحكي يا حريمات بتقدر دخلك معتزلة. بكبر هيك هيك معتز صغيري على قدك. ابن عمي.
كيفك ابن عمي؟ بتاكل كوساي؟ برمت المستشفى ما لقيتك. فكاتك فليت؟ قلت لهم انا بدي اكون مع داني وهو عم يعمل البيكور، هو عم يعمل الابره. لانه ليكي بدك توعديني مثل ما بتعملي الابره بدك تعملي لي. انا مثلي مثله، هو منه احسن مني. اوكي فيني اقعد محله؟ اذا زينك راي ما حدا بيهديه، هو كثير قبضاي، هو مثل سبايدر مان مثل باتمان وسوبر مان كلهم مع بعضهم هو، وعنده عضلات كثير قويه. فرجيهم عضلاتك على الكاميرا. بس انا بدي لبسك ماسك. اوكي بدي البس ماسك طبعا. والله بيزني هالضحكه. داني داني بشرفك فرجيهم العضلات تبعك. قول هيك مثل ولا ليكو ليكو وينو ليكو وينو مول هيك مول هيك. يلا حضنيني على عيوني. حضتيلي ها عيوني يا رندا. يا الله يا رندا. يا الله يا رندا. سوري سوري سوري. عايز اشي عشي الزلمة. سوري سوري. شاطع. مستر دان سوري سوري. شاطع. عديها شوي شوي بس شريكي شوي احسن من لحظة. رندا ما تهدي يا معروف. دان تقعد هون هي بليز هيك. ريلاكس. داني ما رح تهدي بس عم قول لك ارجع لورا. هو كثير دان بدي اشيل هدول. ايه حطي ذاك هيك بليز. انت هدي لي هيك. هدي لي هيك. بدك انا كمان هدي لك؟ هو بدي هدي. اوكي. دان بس خليني اشيل هيك. لا حط الماسك. شلناها ما نغيرها لانه صارت مش منيحه. ما نحط غيرها، ما نحط وحده جديده. اوكي داني ناطرتيني هيك على الباب لحتى تسلمي علي ولا هيك عم بالصدفة؟ لا ناطرتيني. منلعب اونو؟ بتعرف تلعب اونو؟ طبعا تعلمي اياها. انا اللي بعرف العب اونو. شو هالزعبة؟ العالم يرمي اسمي أفكار.
أفكار فيها خوف، أفكار فيها خوف. ما تمتعنا بخضة، ما تقبل الخضة. حقد، حقد، غضب، غضب. ما تقبل الخضة، ما تقبل الخضة. كزعل، كزعل هدف، هدف، كزعل هدف. تتعمل فرق. نفس الشيء مجهزة في بلاي روم كتير كبيرة وأوض كمان. هلو حمرة وحلق حلوين. واو كيفك؟ شو اسمك؟ هند. هند شو أخبارك هند؟ سافا؟ أنت ناطرتيني هيك على الباب لحتى تسلمي علي ولا هيك عم بالصدفة؟ لا ناطرتيني. وين بدك تاخديني؟ على اوضتك؟ وين بدك تروحي معي؟ بلاي روم؟ بلاي روم؟ يلا تعالوا نروح على البلاي روم. حدا فينا نشيلها من هيك؟ هذا لازم نرجع نحطه هون. اعطيني صحيح. اعطيني وحده. اعطيني وحده. اوكي انا بلاش يزمر وبلاش اتوتر. لا ما تعمل. اوكي يلا اقعد هون. ليش انت هون هنا؟ تخبريني. انا ما بعرف اول مره بجي لهون. انا كنت بدي اخذ علاج. علاج شو؟ ايه ايه. كيف حسيتي انه انت مريضه؟ لانه كنت وقت اللي امشي شوي اتعب. اوكي كنت هاي يوجعني وهيك وقت اللي امشي هيك يوجعني هون شوي. ايه وقلتي لها لاميك او لو لحدا من اهلي؟ قلت لها. ايه عرضوكي على الدكتور. اخذوكي عند الدكتور. انت كل مرة بتجي على السنتر بتقعدي قديش هون؟ يوم او شيء هيك؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام؟ ثلاث ايام. صار عندك اصحاب يعني هون؟ طيب هلا شو بدنا نلعب انا وياكي؟ فينا نلون سوا؟ شو قولك؟ بنلعب اونو؟ بتعرفي تلعبي اونو؟ طبعا. بتعلمي اياها هلا؟ انا اللي بعرف العب. بدك تفرقي انت؟ يلا فرقيني. كل واحد سبعة. خمسة شهور و حياة كمان كيميا؟ لا ساركوما. Who's turn? دورك. My turn? Yeah. Take that. شو هالزعبة؟ حطيها شو كلهم؟ اوكي خلص يلا هند بتربح. يعني فرطينا. يلا ثانك يو هند ماي حبيبي. انبسطت انه انا تعرفت عليك. الكاميرا
اون لقلك هند. شو بدك تقولي لماما؟ تحبيها؟ بدك تقولي لها ميرسي كثير لانه هي واقفه حدك وعم بتساعدك وبتحبك هالقد. وشو بدك تقولي لكل العالم يلي عم يتبرعوا حتى نحن يعني يعملوا لنا علاج ونشفى وهيك للاطفال طبعا الموجودين هون، شو بدك تقولي لهم؟ الله يقويهم. بدنا نقول لهم ميرسي كثير لانه انتم عم تتبرعوا ولو حتى بمبالغ صغيره بيتجمعوا ونصير نقدر نحن نتعالج ليكون عندنا مستقبل افضل، ما هيك؟ اي لاف يو. باي حبيبي. مهدي تيمو. يلا نحن بنسمع كثير من برا اشياء عن كانسر انه يي معه كانسر يعني بده يروح من هالدنيا. اكيد لا. لا نحن هون عم نغير الفكره، نحن عم نقول انه اذا تلقى العلاج صح بالوقت الصح واذا كان في توعيه عند الاهل انه ما يعني ما يفكروا انه ياجلوا موضوع العلاج بيقدر الانسان يعني يتعالج. وهذا اللي بنقدمه. صح، وهذا اللي بنقدمه. بس كمان السؤال اللي انا عم بقوله ما روح هيك ولا هيك. كمان السؤال اللي انا عم بطرحه انه هل يا ترى الكانسر اذا ضرب بمطارح معينه ما في مشكله يعني مش اذا مثلا كانسر بالعظم يعني ما بيشفى؟ لا في يشفى اذا كمان مش انه في بروتوكولات. صحيح، في بروتوكولات علاج لكل الانواع السرطان اللي عندنا اياهم. مهدي مش معقول، مش معقول شو هالإحساس إنه فيه من الغضب إنه مرض يعني كيف بيقدر يصيب طفل كله على بعضه هالقد صغير والورم يمكن أكبر من جسمه يعني أكبر من وجهه. فحسيت بمشاعر غضب وحسيت بمشاعر فيها كتير من الحزن. بس رجعت هيك لما طلعت لبرا وحكيتني كارين قالت لي انه تقريبا نسبه كثير كبيره من الكانسر يلي بيضرب العين بيشفوا منه، فهذا الشيء طمني. ويا رب يعني يا رب خير. حياتي نورني. يلا تا 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 يلا عمل لها هيك. باي سي باي. عمل لها هيك باي. يلا ايه هو لحاله بيدريك. يلا اوبا برافو. حبيبتي ما رح اقول لك شيء غير الله يقويك والله يشفيه. ميرسي. الله يكون معكم. ميرسي. وان شاء الله خير يا رب. ميرسي كثير. باي. يلا الله. باي باي. جواد هاي. هاي حبيبي. كيفك جواد؟ هذا شو اسمه الالف؟ شو اسمه الفيل؟ عنده اسم ولا لا؟ انت سميته شيء؟ شيك عن وجهه. شو اسمه هذا الفيل؟ اسمه فيفو؟ ايه؟ فيفو اسمه؟ اه لا. شو اسمه؟ اه ما بتعرف. بيني كيف بيمشي؟ الفان.
معقول كيف بيمشي كارين؟ ليه كيف بيمشي؟ بتعرف تمشي هيك؟ ما بتعرف تمشي هيك. هلا بدوخ كب يه 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 كب وتكبر البنت. عن جد بضحك. معلومة هالضحكة. ليكي كتبتها من قلبي من دون تفكير، ما بعرف قديش هيدي الرسمة سوفينير لعليك من أنا. ثانك يو ثانك يو. كثير بحب اكلك، نحن بنضلنا هون بالريستوران انا وجوزي، وعبالي كثير اشوف انه اسرق اذا بدك سر مصلحه. شفتي مدام كثير هينه. عم التخنيه عم التخنيه عم بلش نعيط. سيدة دي سنة ما شفنا الفيديو. اول مره عن جد اول مره. ايوه اجي خنقوني هوني قد ما حطوا ما عندي اشعة قدامي. طب معقول مش حاطط لك كروسات يعني هيدا؟ هيدا انا تبشعت انت بس حليتي. شو هيدا العوينات؟ انا كثير مبسوطة بحياتي مع جوزي ومع بنتي، ويمكن شغلة وحيدة كنت قررت انها تتغير